السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكل. اكيد النهارده جينا من اكل بحركم، ولكن اكل في الشعب شويه. امبارح كان السبت، حلقه سمك في اللزازه. النهارده الحد كالعاده الشعبي اللطيف. بكره ان شاء الله الاثنين لو لنا عمر هيكون اكلات مقسومه لجزئين للدايت والاطفال، والثلاث العزومه ولمه العيله. طبعا احنا داخلين على عيدكم، صحتكم طيبين. يمكن وعدنا حضراتكم امبارح في حلقات ان شاء الله هتكون مميزه جدا في الايام اللي جايه ليها علاقه بوقت العيد. هنريحكم ان شاء الله، ربنا يقدرنا ونعمل حاجات تكون مختلفه وجديده. وحضراتكم لما تشوفوا الحلقات دي هتفتكروا ان قصدي ايه من اللي انا بقوله دلوقتي. احنا في حاجات عملناها امبارح صارين والله عليها امبارح، وفي حاجات ان شاء الله هنكملها تاني. هنطلع باقه من الحلقات المميزه لموسم العيد الاضحى ان شاء الله لست البيت والراجل البيت طبعا وكل الافراد الاسره. اي حاجه ليها علاقه بالحكايه من اول حد اخرها بتفاصيل مختلفه وما اتشافتش قبل كده ان شاء الله تعجب حضراتكم. ده ان شاء الله هتبان الحلقات دي على اخر الاسبوع لحضراتكم، عشان نبقى معانا معلومات ومعانا داتا ومعانا فيديوهات ومعانا حلقات تخلينا لما نشتري لحمه نشوف ايه الاخبار، او لو هنذبح هنشوف ايه الاخبار، او لم يعني بحب دايما اعمل حاجه قبلها بيومين ثلاثه بحيث يبقى حضراتكم شايفين الحاجه بعينيكم، نبقى بنعرف نعمل ايه، مش مستنيين بقى الحاجه تيجي وبعد كده نعمل بعديها. لا، انا بحب الحاجه قبلها شويه. زي ما بنتكلم على العزومه، العزومه بنعملها الثلاث، واحنا بنتجمع عامه عزومتنا كاسره مصريه في كل مكان الخميس او الجمعه، فبحاول اعملها قبلها بيومين بحيث حضراتكم تشتروا الحاجه قبلها او تجهزوا الامور. النهارده هيكون يوم في اللطافه ان شاء الله، اكل برضو ليه علاقه بالحاجات الحلوه بتاعه العيد. يعني عندي صينيه رقاق عايز اعملها بسكه مختلفه، رقاق بلدي بتاع العيد اللي احنا بنحبه، غير الرقاق الملفوف او اللي هو الطري. فهنعمل صينيه رقاق بس على مزاج، خلطه مختلفه، وجايب عندي الرقاق زي ما حضراتكم شايفين فريش، واللحمه مفرومه طبعا، ولكن تشكيله اللحمه دي ايه، هي دي الحكايه ان شاء الله. الطبق الثاني عندي حته كبده حلوه هعملها بالرده، وما دام قلنا كبده بالرده يبقى عيش بلدي، ولما قلنا عيش بلدي يبقى حب الجرجير، ما دام في جرجير يبقى في سلطه لسان عصفور بالكبد مع طحينه. اه، ما هي دي ليها كده اساسيات. الطبق الثالث المخ، المخ البانيه هنتكلم بتفاصيله ونعمله ازاي ونطلع معاه ايه، سهله ان شاء الله، امورنا بسيطه زي ما حضراتكم شايفين. المخ طبعا فريش بنتكلم عنه بتفاصيله. وعندي كمان حبه السجق، شايفهم دول؟ السجق ده على بالي ان شاء الله ربنا يدينا وقت ونحاول نعمل كده في الحلقه، هعمله حواوشي. حواوشي كده سجق لطيف. ففي باقه لطيفه من الاكلات الشعبيه النهارده بحضراتكم ان شاء الله. بعد الفاصل نبدا ونعيش معاكم على الهواء مباشره، حلقه مميزه لطيفه جدا جدا بعد الفاصل. اتفضلوا. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب، كنا بنتكلم النهارده بحضراتكم قبل الفاصل على اربع اكلات ان شاء الله اسهل من بعض وابسط من بعض. واحد، رقاق بلدي اللي هو بتاع العيد، احنا دايما بنستخدمه اكتر في العيد الاضحى او في المواسم اللي بتبقى كده. رقاق بلدي لطيف، لحم مفرومه، تعصيجه لطيفه جديده ان شاء الله تعجب حضراتكم، فيها قرن فلفل حلو كده، فيها لو عايز احط خضار ما عنديش مشاكل، ولكن مش هطلع الموضوع بره النطاق بتاعه، يعني مش هحط بسله ما تقلقوش، مش لا انا بتكلم خضار، فلفل اخضر، فلفل احمر، حاجات بتدست كويس قوي. لكن لو عايزين نحط فيه اي خضار مفيش مشكله، انا عارف ان الرقاق دايما حلاوته ان هو باللحمه بس. طيب، الناحيه الثانيه عندي ربع سجق، هبدا اشيله بالكفر بتاعه زي ما حضراتكم شايفين وهفضيه، يبقى مفروم بس هاخد حواوشي بطعم السجق. اهم حاجه نشيل الكفر ده، هنتكلم عليه بالتفاصيل. وعندي ربع كبده زي ما حضراتكم شايفين، كبده بقري هنعملها بالرده، تتبيله لطيفه جدا. وعندي واحد عدد مخ، هنبدا نشوف حكايته ازاي، يطلع بانيه معايا ازاي، يتسلق ازاي، يتسقع ازاي، يتقطع ازاي، التفاصيل دي كلها. وعندي حته كبده صغيره شايفها دي يا استاذ، مع ربع كوبايه لسان عصفور. هعمل سلطه انا شخصيا بحبها جدا مع الكبده برده، واللي ما يعرفهاش يبقى ما اكلش بقى كبده برده مع سلطه حلوه. يا عم ازاي، احنا بناكلها مع الطحينه دايما. هعمل طحينه اهي موجوده عندي والله الطحينه، ولكن سلطة لسان عصفور بتبقى في حبة لسان عصفور كده محمرين صغيرين قوي كده اللي انا عاملهم دول، وبتعمل لهم طشة كده بعصير الطماطم وينزل جواهم كبدة ليها طعم وخيار مخلل. الأكلة دي مفيش شاب في مصر موقفش على طابور محل كبدة وجالها، ولا أم ولا أب
يعني ما كلوهاش. ودي كمان خدوا بالكم كان في محلات زمان ويمكن لحد دلوقتي موجوده، انك بتاخد العشاء وانت مروح بقى اللفه الحلوه بتاعت زمان دي اللي فيها كبده برده، المخ البانيه، محلات كانت بتبيع جمبري كمان محمر، وفي ناس بتحب تبيع سمك جزل، يعني نفس المكان. اه نفس المكان، ولكن كله سندوتشات وبلدي. فاحنا هنشتغل بقى النهارده عيش بلدي زي ما حضراتكم شايفين، اه اللي هو المركب بنسميه، اللي هو مقلوب للنص في النص، يعني اللقمه مقلوبه في النص. هنشوف بتعمل ازاي، وبيطلع معايا زي القارب كده او المركب، جرجير وحركات ان شاء الله. طيب نبدا على طول بسم الله الرحمن الرحيم مع حضراتكم في اول حاجه نبدا نشتغل بيها ونشوف ايه الحكايه. قبل ما نتكلم ونبدا على طول مع حضراتكم في الحلقه، طبعا نحب نبارك لحضراتكم النهارده الصبح زي ما بنقوم كل يوم برده نشوف مشاريعنا. الحمد لله ربنا ديما هنعم علينا بلدنا الجميله. النهارده كان في افتتاح سياده الرئيس، ربنا يحفظه ويديله الصحه يا رب ويقعد عليه الايام بخير. كان بيفتتح النهارده محطه الكهرباء او القطر الكهربائي الجديد بتاعت السيد عادل المنصور. حاجه تفتح النفس، حضراتكم اكيد شفتوا الكلام ده الصبح، ومنظر القطر الكهربائي ده حلو وهيفيدنا جدا ان شاء الله في الايام اللي جايه. وكمان لسه المترو هيفتح هيفيدنا كمان. لسه كنت بتكلم مع ابراهيم من شويه في الفاصل في قبل الفاصل، ان بجد والله احنا عايزين نركب الحاجات دي يا جماعه، اكيد بتريح واكيد هتريحنا العربيات والزحمه والدوشه دي كلها، وهتبقى اوفر بكتير. يعني النهارده معلش مشوار بعربيه يوديني في حته بدفع بنزين او بدفع فلوس، فده هيوفر ومعمول بنظافه واكيد هيبقى الموضوع فيه امان زي ما حضراتكم شفتوا النهارده الصبح. فدي حاجه كويسه، مبروك على حضراتكم، ودايما يا رب كده يجعل بلدنا بخير زي ما حضراتكم شايفين. بصوا المنظر، انا بس بتكلم في الحاجات دي كان بتزعق قبل الهوا كمان، فانا بحب بصراحه يعني اعلق على الحاجات الايجابيه الحلوه، ونشكر كل المجهودات اللي معموله دي من الناس. كل ده من ايد مصريه 100%، شباب مصريين، عمال مصريين، فنيين مصريين، عماله مصريه، مهندسين مصريين. هتتكلم ما شاء الله دي بلدنا مصر، ما شاء الله ادخلوها بالسلام امنين. حاجه يعني مشرفه، لازم نتكلم على الايجابيات دي ونتكلم ونشكر صحابنا واهالينا واخواتنا، كل اللي عملوا ده كلهم قاعدين بيتفرجوا منهم بيتفرجوا علينا دلوقتي اهاليهم، لاني حاجات بتتعمل بقى لها سنين محدش يعرف عنها حاجه. فالشباب المصري ما شاء الله عليه، يعني لو حضرتك بتشوفه في الطرق في كل حته كله شغال، فدي حاجه حلوه. بلدنا تستاهل اكتر من كده، او حضرتك تستاهل اكتر من كده طبعا. ومنظر الحاجه اللي بتفتح كل يوم دي خير لينا وخير لعيالنا، ان شاء الله ان شاء الله تتهنوا بيها وعيالنا تتهنى بيها واحفادنا. لاني خدوا بالكم بتتكلم في 8-9 سنين اللي فاتوا دول، البلد يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمه بجد. الستر والامان والحفاظ على النعمه ده شيء مهم جدا، احنا بقى لازم نحافظ على الحاجات دي لان دي حاجتنا. يعني الرئيس ربنا يديله الصحه ويكرمه يا رب في اولاده، ظبط الدنيا، احنا نحافظ بقى نكمل ونظبط امورنا ان شاء الله عشان يبقى عندنا تاني وتالت ورابع ونعيش دايما حياه كريمه باذن الله. طيب نرجع على مرجوعنا، كنا بنتكلم نبدا بايه بقى؟ نبدا بالحاجات اللي ممكن تاخد تفاصيل. السجق هوري حضراتكم انا قصدي ايه، ممكن كده يا استاذ لو سمحت. ده احنا السجق بنشتري كده، انا شايف ان الجلده دي ملهاش اي لازمه، شايف الكفر اللي بيتعمل فيه السجق. اعمل ايه بقى؟ اعمل كده كده، بص بعمل ايه يا باشا، افضيها اهو ملهاش اي حاجه اهو عشان احشي. اصل انا حشيته على فكره بكده بالجلده دي ملهاش اي لازمه، انا بس بقول لحضراتكم عشان في بعض الناس ممكن تقول لك ايه طب ما نحشيه كده. انا عملته مره كده ما طلعش ما عجبنيش، يعني اخطات انا كشخصيا كعلاء، وعملت ايه، حشيت او قطعت السجق بالكفر ده، ما ضايقنيش بس ما طلعش يعني مش ده اللي كنت متوقعه، شايف ان في افضل. فالافضل ان انا اخلي وانضف حاجتي كده واظبط امورنا كده عشان اشتغل على نظيف. قبل ما اشتغل فيه هروح على المخ ياخد وقته في السلق عشان عايز اعمل له صدمه لطيفه. بص كده يا فندم معايا، ليمون، فص ثوم، بسم الله الرحمن الرحيم، بكسرهم كده على كفة ايدي عشان اشم ريحتهم في قلب المرقة. هتسلق يا شيف؟ اه هسلق يا فندم، واشم حاجتي عشان اطعم الامور، وحتى الجزراية والبصلية بص المنظر، وقرن فلفل، اكني بسلق حاجة يعني مهمة. اه ده مخ مهم جدا. طب زي ما هم كده هاخد بعض الاول، اطلع على الحلة بسم الله الرحمن الرحيم، تكون بتغلي كويس جدا وبالراحة. بص اعمل ايه، بسلمهم لبعض كده عشان خاطر، ايوة بس كده شكرا تمام. وهتعمل ايه تاني يا شيف؟ والله هجيب عند الخضار بتاعي البوكي جرني ده، وارمي معاه كمان ورقتين غار، حبايه حبهان، فلفل حصى، بص كده يا استاذ، حاجات تدي معايا سلقه حلوه. وسيبه ياخد وقته ويتسلق شويه، تلات ارباع تسويه او تسويه كامله ما عنديش مشاكل، ياخد بس وقته ونسيبه حتى يعني مكشوف مش شرط نغطي عليه. طيب هنعمل ايه تاني
عايز اتبل. احنا بنأسس، خدوا بالكم الفاصل الاولين تأسيس وهنرجع معاكم كل شيء. الكبده دي هتعملها ازاي؟ الكبده سهله جدا جدا جدا، ولكن الاهم من السهوله ان بعد ما اتبلها وبعد ما اعديها على فكره الرده ادخلها شويه تلاجة. زي ما بنعمل فراخ البانيه ما ينفعش نحمرها على طول. ليه؟ عشان هتفك منك، وده احنا عارفين ده كويس جدا. فالطبيعي بناخد الصدمه الثانيه اللي في التلاجة اللي هي بتبقى ماسكه نفسها. طب يعني ايه صدمه يا شيف؟ وضح لي. احنا صدمه انت بتعملها تشوحها قدامنا مش عارف. لا، الصدمه ان انا ببقى الحاجه من درجه حراره عاديه الى درجه حراره ساقعه، ده تشوك برضو. فالدقيق او البيض او اللبن او البقسماط او الفيجيتار او الرده بتمسك في حته اللحمه او حته الفراخ او حته الكبده، هو ده المطلوب. واكون واخد بالي ما احطش اي دهون، حتى لو احط توم. حتى لو احط توم. طب بص كده، دايما الحركه بعملها قدام حضراتكم، التوم ده انا بشتغل بيه بزيت الزيتون، والتوم ده عادي. بص كده اهو، مش هشتغل بده. ده لو حطيت منه على اي تتبيله فيها دقيق او فيجيتار او بقسماط هتعمل عازل. الزيت ده برفع دي وباخد حته توم كده بس، اهو مش كتير. بص يكن فص توم وسنه بهار مشكل وسنه شطه حلوه، هنا بقى لازم شطه، وسنه كزبره ناشفه وتاتش كمون حلو ناعم. حلو الكلام. وعصره ليمون مزازه. شوف ده كله يا باشا يؤدي لي ايه؟ ان انا بعمل تتبيله حلوه. واخد كمان لو حبيت بق ميه بصل، بق ميه بصل. بص اهو، شكرا، مش كتير. وامسك الكلام ده كله واروح مقلبه. بسم الله ما شاء الله، حبه كبده. بص في نفس الطبق اهو. طب يا شيف اسيبهم قد ايه في التتبيله؟ ولا دقيق تين ثلاثه. ليه؟ خلاص حطينا ليمون، حطينا توم، كل حاجه واخده حقها. ولكن لو قرصنا شويه في التتبيله هتهري الكبده بكل صراحه. اهي متتبله، بص كده يا استاذي ماسكه كل حاجه فيها زي الفل. اهي اجي اعمل كده واحده واحده، واروح اعمل كده رصصها واحده واحده. واهم شيء بعد ما تبلت وظبطت اموري وعملت الحركه اللي بعملها دي كلها، اخد الكلام ده كله وراح بفين؟ على الفريزر ربعايه تلتايه انا ووقتي كده. واحده واحده هنشيل الزفاره دي خالص كده، وهنجيب طبق تاني نضيف. واللي هعمله كده اهو، بص كده يا استاذ اهو، ادي الكبده برده بتاعت البيت بتاعتنا النظيفه اللي هتتعمل في زيت نظيف حلو اهو كده. واعمل كده واكبس بايدي. الكبس ده بايدك ده بتخلي الرده تمسك اهو. شوف اجي افضي حاجتي، وش وظهر عامل ازاي. والله ما هتلاقي حد يعمل ده احلى منك ولا انا حتى. بس الحاجه هتتعمل بمزاج ونظافه. الاكل ده كله يعتمد على المزاج والنظافه. يعني ايه مزاج ونظافه يا شيف؟ يعني حضرتك رايقه هتخش تعملي احلى مني 100 مره. مش رايقه والله لو معاكي 100 شيف في الدنيا الاكل مش هيطلع على مزاجك اهو كده. كده دي خلاص خلصت. وبعدين يا شيف ولا حاجه، زي ما بص بعمل حتى عكس عشان ما يلزقوش من بعض كده. واوسع نفسي وارفع كده حاجتي كلها واغير الكلابس، واخد الكلام ده كله واطلع بيه فين يا باشا؟ الفريزر شويه، ياخد له ربعايه نصايه، انتوا وكيفكم حسب اللي عندنا او التلاجه حسب يعني. طيب ده بالنسبه للكبده برده. نروق مكاننا ونخش على اللي بعده على طول. ايه اللي بعده بقى؟ والله اللي بعده نقفل السجق بالمره ونعمل حبه سجق حلوين. السجق ده انا حابب اعمله زي ما احنا شفنا لحضراتكم. طبعا احنا خليناه من الكفر اللي فيه اللي هو كان بيتحشي، لان انت حضراتكم عارفين السجق طبعا بيبقى عباره عن شبيه للممبار، فبالتالي بيتحشي. والحشو ده بيبقى نوع من انواع اللحوم المفرومه بنسب من الدهون مع تركيبه من البهارات. في ناس تحب تحط طبعا خضروات، ولكن اللي بيتباع عامه هو السجق الشرقي. السجق الشرقي انا بحبه جدا، وهديكم كام نصيحه كده صغيره عشان اللي بيحب السجق الشرقي. اولا ما اجيبوش من اي مكان انا ما اعرفوش. ثانيا ما اجيبش اي سجق فيه الوان حمر قوي، غلط ومش صحي. طب ليه؟ محطوط فيه لون. طب ليه؟ عشان هو باين مفيش لحمه باللون ده فما يغركش الالوان. لازم الحاجه تبقى باينه قدام عينيك. مثال، تعالى كده شايف ده لحمه مفرومه اهي وعليها خلطه او بهارات للسجق، ولا اكتر ولا اقل. خلاص يعني خلاص معروفه.
لكن اللي هو بيبقى حجمه شكله كبير شويه وتحس ان عامل زي الهوت دوج ولونه احمر قوي كده وتلاقي ما اعتقدش ده في يعني مش هو ده اللي احنا نعرفه. في سجق تاني انا بحبه الاسكندراني، يا احلى من ده 100 مره والله العظيم. السجق الاسكندراني الاصلي اللي هو بتاع اسكندريه اللي بيتجاب من عند الجزاره في اسكندريه احلى من ده 500 مره. بقول لكم الصراحه يعني انا لما بكون حد ما جاي من اسكندريه حبيبي يقول لي عايز، اقول له هات لي معاك 2 كيلو سجق حلوين كده على 4 تنصاص، اتشوح ماشي، اتحط في عيش ماشي، اتغمس ماشي، اتعمل صينيه ماشي. السجق الاسكندراني يعني شابول الاسكندرانيه في السجق بتاعهم بصراحه، هو الجبنه التركي. طيب خلينا نرجع تاني نعمل ايه، يلا بينا. بسم الله، بوله فاضيه وادي حبه السجق المفرومين او اللي هم يعني متفضيين بس مفروم اهو، ده اللي انا قصدي عليه. بص كده. طيب هتعمل ايه بقى يا شيف؟ والله نديله تاتش بصل. شوف بقى اللي جاي هنا مش كتير، شوف اللي جاي كمان، استنى بس شوف الدلع بقى للسجق. زودي يا رباب معلقه طحينه في الحواوشي. شوف دي كده يا عم، تهزر والله يا جماعه، هودوني للاخر وانا هظبط الدنيا. لو حابب احط عندي فلفل احمر مفروم ماشي، فلفل اخضر مفروم برضو ماشي. والله انتوا عكسيني يا جماعه، ضحكتوا عليا. انا عايز المفروم الناعم ده، انتوا حاطين ده مطرح ده ماشي، مفروم ناعم كده. وعايز كمان قرن فلفل مشطشط. شوف بقى هنا هيما، شوف ده المشطشط يا باشا. نعم تمام. خد مني اللي جاي كمان، تاتش توم قوي بسيط، حبه ملح حلوين، تاتش جوز الطيب. حطينا شطه خلاص تمام. هنعمل ايه؟ هنجيب عندنا حبه فلفل اسود حلوين، وايه كمان، احنا راضيين وزي الفل كده بلاش. ممكن نديها بقدونس، انا بدور اهو تفرق كتير. بس حبه حواوشي حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم، وامسك الكلام ده كله مع بعضه. شوف الكلام بقى هنا. طب الطحينه يا شيف جرب، مش هنخسر حاجه. نخسر ايه؟ وضعك حاجتي كلها في بعضيها تبقى نفس الروح نفس الريحه، شامم ريحه حلوه، ريحه الطحينه حولت الدنيا تخيلوا. طب يا شيف جرب، وهنخسر ايه؟ هندوق معاكم النهارده على الهوا وهنشوف. ما هو مش كل مره برضو هيبقى نفس الطريقه يا جماعه، برضو اخوكم لازم برضو يفكر كده في حاجات تبقى ماشي حالها. شايف المنظر؟ بالمره بقى ما دام مزفرين الدنيا كده، نجيب اللقمه العيش ونخلص الحواوشي ده عشان ننساه ونخش على اللي بعده. افندم واسف على التاخير. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي لقمه العيش اهي كده. بسم الله، مش بكتر، بص كده. حاضر. سميه هانم، صباح الورد. صباح الخيرات. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، كل سنه وانت طيب. وانت بخير وصحه وسعاده يا فندم، والاسره الكريمه بخير يا رب. الله يخلي حضرتك، انا قاعده متحمسه الحواوشي السجق شكله يتاكل ني. والله يعجبكم ان شاء الله، جربي كده وقولي لي يا فندم. ان شاء الله لازم هجربه وهقول لحضرتك. اتشرف يا فندم، كل ذوق. انا ليه رجاء عند حضرتك. اوامر يا فندم، عفو في كلمه رجاء طبعا. اموري. انت قبل كده كنت شرفتني وطلعت معاك البرنامج. تمام. ليا صديقه سعوديه من ساعه ما شافت البرنامج وهي بتتحايل عليا عايزه تيجي تعمل اجالات خليجي معاك. تنورنا وتشرفنا. فانا بستسمع حضرتك، نحاول نوجد لها وقت علشان لو قدرت تنزل تيجي وتشرفنا حضرتك بقبولها يعني. يا فندم ده شرف لينا وتنورنا. ممكن حالا في الكنترول تظبط مع زميلتي وتحجز مع زمايلي في الكنترول ونظبط المواعيد المناسبه، وان شاء الله يكلموها ويكلموا حضرتك او ينسقوا معاكم المواعيد. حاضر. اوامر اوامر يا فندم، تحت امرك طبعا. شرف لينا، تنورنا وتشرفنا، بس ترجع لي الكنترول وتنسق المواعيد عشان انت عارفه طبعا جدول المسابقات عندنا في خناقات، لكن طبعا تنورنا وتشرفنا. اميره هانم. طيب اميره هانم بعتذر لك. امنيه هانم، حاضر. الو الو امنيه، صباح الفل، اهلا وسهلا بيك يا فندم. الحلو حضرتك طيب؟ وحضرتك بخير وصحة وسعادة يا رب. الحلو حضرتك جدا. ربنا يخليك يا يويو، كلك ذوق يا حبيبتي والله، تسلمي وتعيشي يا رب. ماما كانت عاملة طريقة البرنامج الكويتي بتاع ماما كانت عاملة ايه؟ والله يا أمنية أنا ما سامع حاجة، أنا آسف. ممكن بس تظبطي الشبكة بس كده، أقف في حتة فيها شبكة. طب كده حضرتك سامعني؟ آه يا حبيبتي سامعك، اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي يا امنيه، انا سامعك.
بقول لحضرتك ماما كانت عملت طريقة البطاطس الكريسبي سمعت طلع حلو قوي. طب الحمد لله الحمد لله تمام. طب تحت امرك امر، قولي لي اقدر اساعدكم بايه؟ انا كنت عايزه اشترك مع حضرتك في البرنامج. يا حبيبتي تنوريني والله وتنوري البرنامج. حاضر حالا دلوقتي في الكنترول، خش يلا سجلي بياناتك وان شاء الله تنورينا في اقرب مسابقات. حاضر حاجه ثانيه؟ لا شكرا. صباحي كتير جدا على ماما وعلى تيتا. ممكن؟ ممكن. صباح العسل وعلى بابا طبعا واخواتك. شكرا ابو يوسف. صباح الفل. حاضر. هلو السلام عليكم. عليكم. انت ابو يوسف؟ ازي حضرتك اسمها ليه؟ مين ابو يوسف حركه يعني؟ مين ابو يوسف؟ الو مش عارفه مش عارفه. يا عشان كده انا وقفت. طب مين معايا حضرتك يا فندم؟ مش مشكله. مين معايا يا فندم حضرتك؟ ام يوسف مع حضرتك. ام وابو يوسف اللي اتكلم الاول. طيب لا مفيش حد اتكلم والله. يمكن هو اللي عمل المداخله واحنا مش عارفين. طب حاضر. لا 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 يا اهلا بيك يا ام يوسف. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. تحت امرك. امر كل عام وحضرتك طيب وحضراتكم بخير وصحه وسلامه يا رب. الله يخليك. كنت عايزه اطلب من حضرتك حاجه يعني تعملها لنا يعني حلقه مخصوص كده. اوامر. يعني ازاي مثلا مثلا بعرف اعمل اكل كويس او حاجه معينه انا متميزه فيها وعايزه اعملها زي نظام بيزنس تمام، وازاي بس ان انا احسب التكاليف وازاي، لان انا طبعا حاجه البيت هتبقى غير حاجه بره. معلش وضحي لي. انا اسف سؤالك. انا اسف بس يعني عايزه اعرف ازاي لو انا هعمل شغل مثلا اكل او بيزنس ان انا اعمل مشروع الاكل او حاجه زي كده ازاي احسب التكلفه. انت عايز تعمل الكوست بتاع الاكل لو هتبيعيه. ايوه ان هو يتباع. ازاي احسب التكلفه بحيث ما يعني الدنيا تبقى مظبوطه معايا، لان انا مثلا ده انا ما اقدرش احسبها لك لان ما اعرفش حضرتك بتبيعي ايه او هتبيعي ايه زائد. لا يعني في العموم، في العموم يعني يبقى مثلا حضرتك تفهمني كده الدنيا في العموم بتبقى عامله ازاي. حاضر احاول اجيب لك. حاضر. تقريبي يعني طبعا يعني اصل مش هينفع يعني تقريبيا فهمني يعني. حاضر. تكون تقريبيا بس. حاضر. بس بالله عليك يا شيف علي يعني ناس كتير والله اصحابي وناس كتير فعلا محتاجين الموضوع ده. ما هو خد بالك الموضوع مش سهل. ليه؟ اكيد. حضرتك خلصتي؟ مع حضرتك. مع حضرتك. حالا هرد عليك. انا بشكرك بس انا عايز اقول لك على حاجه. شكرا لذوقك يا فندم. حاضر. انا ما اعرفش حضرتك هتبيعي ايه وهتجيبي لحمه بكام عشان تبيعيها بكام وخضار منين عشان تبيعيه لمين، والتكلفه بتاعه الفاكيومز او الكفرنج بتاعه الاكل ده ليها عده تكلفه. في واحد يكلف مثلا تعبئه الحواوشي دي 5 جنيه علبه، وفي واحد تاني يحط ورقه زبده بجنيه. انا ما اعرفش حضرتك رايح على فين او هتعاملي مين او هتبيعي لمين او التفاصيل دي مش سهل حد يقولها لك. مش عشان انا بخيل في المعلومه والله ابدا ابدا والله، بس صدقيني دي بتبقى عايزه حضرتك انت اكتر الناس تعملي ميزانيه لنفسك وبتحط نسبه ربح معقوله لقيمه شغلك وقيمه مكانتك في الشغلانه. بمعنى انا بعمل والله رغيف الحوش ده بيقف عليا بجنيه، مكسبي كام؟ طب المحل بيبيعه ب 14 جنيه انا كمان هبيع ب 14. اقول لك لا، المحل عنده ايجار وعنده عماله وعنده ميه وعنده نور وعنده ففي تفاصيل وعنده ضرايب وعنده وعنده وعنده، فبيقدرش يكسب يعني او بيكسب بتقنين معين. كيلو كفته هتلاقيه عند ده مثلا ب 100 جنيه هتلاقيه عند 115 105 قصدي مش هينفع يبقى 120 مش هينفع يبقى 80 مثلا. اما ارجع للحواوشي اللي هو الرغيف بجنيه انا كهبيعه هكلفه كام؟ كلفته جنيه والله كده انا تمام. انا يرضيني كام في مكسبي؟ ممكن حد يقول 20%، ممكن يقول حد 25%، ممكن حد يقول 10%، ممكن يعني قصدي اقول ان دي بتبقى تفاصيل انا ما اقدرش اقيمها او اتكلم عنها بشكل يكون حاسم لحاجه معينه. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ تمام. طيب ارجع تاني للحواوشي بعد ما عملنا اللي احنا عايزينه. وانا بحب اعمل حركه كده حلوه حلوه. ازاي؟ نرفع الاول المخ بس كده عشان يبرد سنه عشان نعمل له الصدمه اللي بالتلج اهو يا باشا. تمام. هرجع تاني بفرشة لطيفة، والفرشة دي عايز أعمل نفس حلو، نفس حلو للحواوشي. يعني إيه نفس حلو؟ هقول لكم. هجيب عندي معلقة ثوم صغننة. ماشي يا بابا معايا أنت؟ ومعلقة سمنة كبيرة. دي حاجات افكار من عندي مش محلات معينه هتعملها ولا حد يعني هيشغل نفسه بالقصص دي. انا بحب ادلع الحاجه بس شويه.
وتاتش جوزة الطيب. حلو الكلام لحد كده؟ واجي اروح عامل ايه بقى؟ مدلع بقى لقمه الحواوشي بتاعتي قوي بقى كمان. هدهنها، شوف خلاص خلصنا اهو. بص يا باشا كده عايز اشم ريحه حلوه بقى والوان حلوه وطعم حلو، هو ده الحكايه. الحواوشي ده ادهن فرشه زبده او سمنه او زيت متبله لو حبينا، دي طريقتي او انا عاملها لحضراتكم بسكه مختلفه عن المعتاد. وابدا اقلب بس عايز اشم حاجه حلوه وريحه حلوه. عملنا مره برضو السكه دي بس كان فراخ وحاطط لكم جبنه. بحاول كل مره اجود او يعني اغير في الخلطات بتاعتنا عشان ما نزهقش وما يبقاش الواحد بيكرر المنيو هو هو. اعمل كده، بص الحركه دي، وراح قالب تاني كده وراح رجع تاني كده، باخد الظهر وكمان يتطعم. كل حاجه تتطعم عندي، مفيش حاجه عندي ما تبقاش واخده بس لون وريحه والتانيه لا، كله زي بعضه. اه ومش كتيره، بص الفرشه يعني هي مش باينه قدامكم لان هي طبعا سمنه. هتبان امتى؟ في الفرن يا باشا. ازاي؟ يلا بينا. ادي العيش بتاعي الحواوشي، بص كل ده عملت كام؟ واحد، بسم الله، واحد ملوش تاني، ثلاثة أربعة، أدي خمسة، أدي ستة، ست رغفة أقل من ربع جنيه، من ربع جنيه قال، أقل من ربع كيلو سجق. يلا، على فين بقى؟ على الشبكة يا راجل. وفي ورق الزبدة، ورق إحنا مننا كده على طول للفرن، بسم الله. اتفضل يا باشا، ومن الشبكة على الفاصل. مش هكسر لك كلمة يا أستاذ إبراهيم. يا سلام، وإحنا عندنا نهرج اهو، وعندي فاصل صغير جدا. بعد الفاصل ان شاء الله هنرجع مع حضراتكم نخش ونكمل بقى في بقيه التفاصيل. عندنا لسه بقى المخ، عايزين نسيبه حتى كمان يا هيما، ممكن لو حبيت يعني، لو حبينا نعمل حركه حلوه كده. انت خلاص شفت ده؟ طيب يلا باشا، جهز نفسك، شد كرينك وظبط دنيتك، بسم الله. حته تلج حلوه اهي، شايفه حته تلج دي اهي، خدت بالك منها؟ والمخ احنا خلاص سلقناه. حلو الكلام؟ بسم الله. وانزل على طول، ده اسمه صدمه ثانيه، ده اللي تشك برضه. بص، بالسخونيه للسقعيه. مش اختراعي، ولكن دي اختراع مطبخ فرنساوي اسس القصه دي. حتى كانت اول تجربه عملوها من فوق ال 70 80 سنه، كان على الخضار السوتيه. يطلعوا الخضار السوتيه من الميه اللي بتغلي على ميه ثلج. ليه يا جماعه؟ قال لك بحافظ على قوام الخضار وعلى لونه. وجربوه. تعالى نطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل نواصل. اتفضل. يا مساء الفل لحضراتكم. طيب كنا بنتكلم قبل ايه؟ قبل الفاصل احنا عملنا السجق ودخلناه الفرن. تعال بص عليه بصه كده سريعا. هتيجي ولا اروح انا ولا اعمل ايه؟ طب شايف حاجه ولا كده شايفني انا؟ طب تعالى عشان انت حبايبي. بس بسم الله ما شاء الله. شايفين احنا فين؟ شايفين احنا رايحين على فين؟ لسه بص انا حاطط فين كمان؟ الرف التحتاني على الهادي على سوى حاجتي. ما حطهاش فوق، هتاخد لون بسرعه مش هيستوي. ما حطهاش تحت، هتاخد برضه لون بسرعه ومش هيستوي. فاحنا كده في لطافه، الوسط حلو، سيبها كمان شويه. طيب عندي زيت سخن جدا شغال، ممكن احمر بس انا تقلق على التحمير. هريح الزيت، اخش على المفروم الاول، واحنا طالعين فاصل نبقى نحمر، نصبر شويه عشان الحاجه تبقى طالعه كريسبي، ما تبقاش شاربه يعني، من تقعدش تبقى ايه، تبرد شويه. المخ زي ما حضراتكم فاكرين سيبناه يسقع شويه. عندي كسرول لطيف، هبدا اعصج اللحمه المفرومه عشان اظبط فكره الحشو على السريع. بسم الله. اول حاجه فلفل اسود على وش اللحمه المفرومه. الف ب تشويح او تعصيج. ليه يا شيف؟ عشان الزفاره ريحه اللحمه ما تبقاش وحشه وهي بتتشوح. والناحيه الثانيه عندي برضو وعندي برضو الناحيه الثانيه فكره الملح يبقى بيخلي الحاجه معايا مخرزه مش مكلكعه. يلا بينا. هتعملها ازاي بقى؟ والله بابسط مما يكون. ما تيجي ندلع الدنيا شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لي دلع الدنيا في معلقه سمنه. ده بالنسبه لي انا. بسم الله الرحمن الرحيم. خدت بالك ايه اللي حصل؟ خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ ايه اللي حصل؟ طشه. قلت ما كنت سالتك. رميت في النص دي، شايفها؟
حته الايه الاعشاب اللي كانت موجوده جرنش نزلت معاها. اعصر على السخان على طول اهو. الطاسه دي او الحله دي هعمل فيها الصوص. بص زي كده يا باشا، فص توم بزيت الزيتون، خدت بالك منه، وانزل كمان بسن زيت زيتون هنا وهنا. يلا دلع الدنيا، اكمل تعصيج. ريحه زيت الزيتون حولت الدنيا. فص التوم شغال عندي، ده بتاع ايه بقى؟ بتاع الفص التوم ده هشوح فيه الكبده. بتاعت ايه بقى الكبده دي؟ بتاعت السلطه. تنزل كده على الهادي، بسم الله، وسيبها انساها بقى شويه. نرجع تاني للمفروم اهو، بان وبقى زي الفل. علم النار على الكبده المتعصج ده، بتاع ايه؟ بتاع الرقاق البلدي. ارفع دي خلاص مش عايز، اخدت ريحتها تمام في التشويح. هنا بقى نبدا ندلع الدنيا بايه بقى؟ بصلايه كبيره اهو يا استاذ، قرن فلفل رومي لو حبيت، اخضر احمر ماشي الكلام، عايز زود بصلايه تانية انا جاهز، هبه هريسه بقى. هنا التست مختلف شويه. يلا يا باشا ناخد الكلام الحلو ده كله كده، ودي هنعمل فيها الرقاق بس كمان شويه. هنزل بالخضار بتاعي كله، بسم الله كده. فلفل احمر ده جميل جدا جدا، وعلى فكره كل الخضار اللي يتحط في المفروم مش بس طعمه حلو، لا ده بيكتر كمان الكميه مع حضرتك، فبالتالي تبقى كميه حلوه. معلقه الهريسه كله، شوف انا ماشي ورا بعضه ازاي اهي، خدت بالك؟ خد مني اللي جاي بقى عشان هو ايه، نفرح الدنيا ازاي؟ هنشوف يعني. بصوا الطريقه يا جماعه، انا مش يعني ايه، يعني اللي بقوله اللي بيني وبين حضراتكم ايه؟ اللي بنعمله مع حضراتكم. نعمل ده والله تليفون بسيط، انا هحس انا عملت حاجه غلط او صح. جربوا الطريقه دي اللي انا عملتها دي، خد دي كمان مكعب مرقه. ليه يا شيف؟ انا حاطه كبهار، وخد سن الكزبره الناشفه وسن البهار ناعم، سنة رقة محترمة، وحبة ملح بقى أظبط ملحي. متشكرين. وأبدأ أقلب تقريبة حلوة، بسم الله ما شاء الله أهو، شامم ريحة بقى حلوة، الهريسة نزلت بقى مع الثوم أهو. مش حبة لحم مفروم عاديين، لا حبة لحم مفرومين يعني هلاجة. أعلن النار هنا عشان أرحل دي مطرح دي، وأقفل الناحية التانية، أرجع تاني دي عشان نشتغل بقى على المخ هنا، وانت هنا كمان شكرين لحضرتك. خمسه كده نيجي هنا ونكمل بقى ايه الشغل. بص التعصيق عامل ازاي يا باشا، وارجع تاني للكبده هنا ونلم كل الحركات دي. ريحه الكبده مع فص الثوم في حاجه، في ريحه حلوه، وهو ده المطلوب، ان واحنا شغالين نحس بالامان، نحس ان في حاجات بترد على اللي احنا بنعمله. يعني ما بقاش عمال اعمل حاجات كويسه واتكلم كويس وفي الاخر مش شامم ريحه حاجه حلوه. مهم الريحه جدا جدا طبعا. اول باول ننضف حاجتنا. كبده ابعد وشي واقلب تقلبتين، خدت بالك يا فندم؟ بص فص ثوم وحبه ايه؟ زيت زيتون، برافو اهو. وده شغال تعصيجه. هرجع تاني بص الكبده يا استاذي، ممكن لو عايز اكسرها، هي المفروض تتقطع شويه، ولكن اللي سابها عملها لي بفكره ان هي غالبا حابب كبده اسكندراني سابها لي كده، هي المفروض تتقطع تبقى صغننه، واحنا ما بنحبش نعمل حاجه تزعلنا. الله في ايه يا عم علاء؟ لا احنا ما ثانيه واحده تبقى صغننه، في ثانيه ان شاء الله، في ثانيه على طول على السريع. الجيش قال لك اتصرف، مفيش حاجه اسمها تعمل حاجه غصب عنك، اعمل نفسك فيه بس بالعقل اهو كده. هو كان المفروض تخش كده بس، بس بوري حضراتكم الامور ماشيه ازاي. خلاص زي ما انت يا باشا على وضعك، كمل بسم الله. سامع الكلام؟
يلا يا باشا انجوي. والحواوشي بتاعنا خلصان بسم الله ما شاء الله، نجيبه قدام عينينا عشان ما حدش يضحك علينا، في ثانيه ممكن يروح مننا عادي جدا ده. بسم الله. ارجع تاني، الكبده اتشوحت، شوف بقى الدلع، دلع الدنيا هنا. لسان عصفور مش هحط كتير، ادي واحد ادي اتنين تلات معالق في اللطافه، تاتش ماده دهنيه، اقلب حاجتي، فص توم. هنا بقى التوم مهم. خد بقى اللي جاي، عصير الطماطم. بسم الله بسم الله. هي بتاخد عصير طماطم كتير، مش هديها صلصه، وهديها بق مرقه. يا راجل اسمعني الاخر، مش هنخسر حاجه، انت انا بقعد اتكلم طول الحلقه. بسم الله. والنهايه العبره في النهايه زي ما بيقولوا. شكرا. سيب دي تتسبك، واخده بهاراتها، كل نمرها، حاجتها كلها، الغطا بتاعها فين عشان ما ننساش، ونقفل عليه بالسلامه. ناخد الكلام ده بقى بتاع حشو الايه؟ الرقاق. الله، ادي الرقاق. شفت الحواوشي؟ ايه رايك في الحواوشي؟ قمر ماشي يعني في اللطافه. طب ده نوديه على طول عشان ننساه، طبق في الشياكه ونقطع ونشوف. هنا المخ ساقع، هنقفله حالا. دي السمنه هنشتغل بيها برضو التكمله بتاعه الرقاق. نردف مكاننا، هنجيب طبق شياكه ونغرف يا فندم. حالا نشيل دي ونجيب قطاعه ثانيه ويلا بينا. حاضر حالا. بسم الله الرحمن. اسراء هاني، صباح الورد. صباح الفل يا شيخه علاء. اهلا بيك يا فندم، ازاي حضرتك؟ انا اسف في السامع حضرتك يا فندم. بقول لحضرتك ايه الحاجات الجامده والحلويات اللي تفتح. الله يخليك يا فندم، كلك ذوق. ايه رايك في حواوشي السجق ده؟ انا بشوف الاكل بتاعك انا بجوع بتاعتها. بالهنا والشفا يا فندم، بالهنا والشفا، كلك ذوق. شكرا. تسلمي، انتوا احسن والله. ربنا يخليك، احنا عايزين حضرتك تشرفنا بقى ونعمل لك احلى الذوق اسكندراني. يا سلام، انت جيتي على الحته الطيره يعني. بصي يعني عارفه كده انا بحب ايه. لا بجد لسه كنت بتكلم عليه والله، ده رائع فوق الرائع. ايوه انا عارف. حضرتك من اسكندريه يا فندم؟ ايوه. حبايبي الاسكندرانيه والله، حبايبي وابو الذوق وكرم كله. ما شاء الله على حضرتك يعني. الله يخليك يا فندم، كلك ذوق. منك تركات كتيره قوي في كل الاساسيات يعني، بقيت بجهز الزبده مكعبات زي ما حضرتك ما بتقول. الله اكبر. طب برافو عليكي والله، والله يا شاطره. شفت العرايس ده بقى، انتوا بتسموه عندكم العرايس صح؟ الاكل يا فندم بتفرق قوي في الاكل والتجهيزات. شوفي بجد. اهم من الشغل ظبط الشغل يا فندم. يعني مثلا طبق زي اللي انا بلف برصه ده، حبه البقدونس يدوكي شكل حلو، تقطعي الحاجه تسهلي على اللي بياكل، شكل الطبق يبقى شيك، حاجتك تبقى مميزه، النظافه مطلوبه. احنا شعب عندنا ذوق في الاكل، بنحب الاكل. فبالهنا والشفا يا فندم. تحت امرك، سؤال يا فندم تحت امرك. كنت عايزه اعرف طريقه البكاتا، عايزه اعرف نوع اللحم ايه المفضل ليها. المفضل للبكاتا هي بتبقى بتلو، بس طبعا لو بتلو مش موجود بناخد حته لحمه تكون ناعمه وبرده نقدر نشتغل بيها. ايه تاني يا استكول؟ الفليتو مثلا تنفع؟ ده الفليتو ده الجوكر بتاع اللحمه، ينفع معاكي طبعا في اي حاجه، ينفع. تمام يا حاجه تانية؟ طيب انا الدكتور ابني عايز يكلمك، هو كان مستنيك تكلمه يجي لك البرنامج. ينورني ويشرفني، ادوني اسلم عليه، وبعد ما نسلم عليه يخش يسجل بياناته في الكنترول عشان ينورنا في البرنامج. حاضر، عينيا. تمام اهو مع حضرتك. ادهوني يا فندم. هلا. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا صاحبي؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه يا حبيبي بشيف علاء؟ انت طمنا عليك. يا حبيب قلبي ده انت تنورني، بس خليها بعد العيد. طيب والله وانت ما تخليها بعد العيد. اسمك ايه الاول بس الاول؟ ما هو جبت لبس العيد الصغير. ما هو انت جبت هتيجي بلبس العيد الصغير ولا لبس العيد الكبير؟ ولبس عيد الكبير لماما، ولبس الصغير اللي تعمل لبس زي ده. حسنات تكلمني. ماشي. طب بس قبل ما تقفل السكة لو سمحت، لو سمحت قبل ما تقفل السكة
ممكن بس نسجل بياناتنا في الكنترول عشان نبقى عندنا اسمك وتليفونك لما نيجي نعمل مسابقه نكلمك، ولا ايه رايك؟ عايز اعمل بطل. يلا يا باشا سجل بياناتك حالا في الكنترول. وبشكرك وشكرا جزيلا وتنورني ان شاء الله يا حبيب قلبي. حاضر يا فندم، حاضر. الصوص شغال، سيبه سيكا يقصر. ما لو صبر القطع على المقتول بتصدر عليا مصادره غير طبيعيه. احنا خلاص خلصنا بتصادر اللي هو انا ما شفتش انت قريب بصوت. يا عم اصبر عليا، اصبر عليا. الصبر والله مفتاح الفرج والسعاده والرزق، بس نجيبه منين؟ الصبر ده هو شيء مش سهل انا عارف، بس لابد منه بابا. طب نغير القطعه دي ونقعد نقلب ليه؟ ثانيه واحده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا سايبين، بص يا جماعه، هي الشغلانه والله ما طبخ. انا بقول الصراحه يمكن مش هتلاقوا شيف يقول الكلام ده. الشغلانه ترتيب. حضرتك في البيت لما تحط المخ زي كده يبرد وتروح رايحه عامله حاجه ويكون برد، تروح رايحه عامله حاجه فتبرد، يعني المخ خلاص كده جاهز على الطبخ. التعصيج بعد ما سيبناها تبرد شويه، بص جاهزه على الحشو. الامور سهله، بس انت تخش المطبخ بس واسمع كلام اخوك. موضوع بسيط ان شاء الله، او طبعا كلام الحاجه الام طبعا او الحما هي اللي معلمانا، الامهات طبعا لا يعلى عليهم. طيب خلينا نرجع بقى نخش على المخ ده عشان نقفل المخ برده، يبقى فاضل على التحمير ان شاء الله. هرجع تاني بالزيت يسخن عشان نحمر حاجتنا واحده واحده. الطاسه دي غير الطاسه دي، هنولع الطاستين ونشغل الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. المخ دقيقتين بس ندخله الفريزر ونخش في صينيه الرقاق وبعد كده تمام. ماشي تمام. هنا لحظه واحده، خلاص قلنا ماشي، يبقى مش هنقعد نرجع تاني للدقيق، كوبايه دقيق، كوبايه فيجيتار، حبه اللبن وحبه البيض. بص يا باشا المخ البقري، بسم الله اهو. شوف الكلام، اصفي حاجتي دقيقتين اطلعك مصر. اوكي عايز ايه؟ عايز فاصل ولا ايه؟ عايز انجزني عايز ده اللي انت عايزه يعني؟ مش عايز تبعد عني، مش عايز اشتغل. بسم الله. طب تعالى معايا هنا في المخ بعد اذنك. زق الله، زقها معايا والنبي. انت عارف كل حاجه وانا يعلم بيها ربنا ومش عايز اتكلم. زق معايا بعد اذنك الاسبوع لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده يا فندم. ابص كده هشوف تسويتي. بص كده سقعه. طب لما سقعت ايه اللي حصل؟ حافظت على القوام بتاعي. بص حاجتي كلها مش بص شوف ماسك نفسه ازاي؟ ايه دي الحكايه؟ اقطع ازاي؟ بسم الله. ما اروحش تاني بالسكينه، هي واحده اهو، هي واحده واعمل كده. هي واحده اهي، ما جيش تاني عليها ووسع اهو. شوف كده كده، ريحته حلوه، تسويته زي ما حضراتكم شايفين ابيض شمع قدام حضراتكم اهو، نظيف مغسول متروق مسلوق سلقه حلوه. شوف اهو واجي هنا كده. في ناس تحب تعمله مكور براحتك، انا هعمله بانيه اكني باكل اسكالوب بانيه. دول ممكن اعملهم مكورين كده زي الناس بتحبها عادي، احنا بنحبها كلنا كده. لحد كده احنا زي الفل. عسل عسليات. نرفع الكلام ده ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه نتبل المخ ده بسنه حبهان مطحونه، شايفها يا فندم كده؟ عايز ادي تيست حلو. وسنه جوزه الطيب اللطيفه، تاتش شطه حلو، سنه كمونه في اللطافه، وكمان حبه ملح برضو. حاجه تانية ناقصه، كزبره مشوي كده. وخد من الاخيره كده، احنا تبلنا المخ بتاعنا. وبعدين يا شيف ولا قبلين هنعمل كده، هنجيب عندنا الدقيق، كوبايه دقيق بنبعترها في الطبق اهي، ادي واحد اتنين. وهنجيب عندنا بوله فاضيه، وهنحط في البوله الفاضيه دي بضايه او بطين حسب الكميه، وعليهم بق لبن مش كتير عشان ما يصيصش مني. حلو الكلام. قلب بيه ملح
وتاتش فلفل اسود، ملح للتطعيم، فلفل اسود للايه؟ الزفاره. وبعد كده يا شيف شوكه في النصافه خالص والرب حاجتنا، بسم الله. وده ما بياخدش بقى وقت خالص في النار، يشم الطاسه يشم الزيت يطلع قمر. حلو الكلام؟ اوسع لنفسي واجيب البوله دي تبقى جنبي هنا. ماشي الكلام؟ كلام جميل، بسم الله. ادي واحده. في بص يا استاذي كده ما تتكسفش، تعال تعال ما تخافش، الاثنين اهم حاجه. شوف دي مخ متبل مسلوق زي الفل، بسم الله. واحد ادي الدقيق، اطلع من تعفرت الدقيق، البيض ينزل، كمان واحده يطلع يعدي هنا، اعرضت عليه، اعمل كده اعمل كده، اهو يا باشا شوف ادي حته المخ البنيه، اتفضل. والله ما هروح انا قاعد لكم، اهو شايف الكلام اهي. واجي اروح اعمل ايه؟ حبه حاجه كده في النص كده. حلو الكلام؟ بس ده بتاعت صينيه الرقاق، لحظه من الزمن. ماشي، هنعمل كده برضو نفس اللي عملناه اهو. ماشي، تاني يا هيما هعمل واحده واخش في الرقاق واطلعك فاصل عشان نروق عليك. ماشي يا باشا، اهو شايف المخ عامل ازاي؟ اهو بالظبط كده، برافو عليك، زي ما قلت لك اهو كده كده. ادي اول مرحله بايدينا الاثنين لو حبينا، وافضي ادي المخ بالدقيق بعد التتبيله، وشي وظهر، واسيب ايدي عشان مطرح صوابعي تشرب من التتبيله، ارفع تاني واصفي من الجناب وارجع على فين؟ على الفيجيتار، واغطي واعمل كده بايدي اهو يا فندم. خدت بال حضرتك؟ تمام تمام. طب وبعدين؟ ده التحمير، مفيش كلام. طيب ايه بقى موضوع الرقاق يا شيف؟ موضوع الرقاق ولا حاجه، بسم الله، ما تقش مش من الحواوشي وقع على الارض ضيعتني. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي عندي الكبده، نجرب ونشوف الزيت بتاعنا اخباره ايه. ما شاء الله واحنا شغالين برضو نبص بصتنا يا بابا. طيب الرقاق الحلو ده هناخد هنا في الصينيه الفاضيه دي حبه مرقه. بص بص على الصوص هنا اخباره ايه. حبه المرقه دول مرقه عاديه، بسم الله. واحد ملوش تاني، ثلاثه. ليه بتحط مرقه في الصينيه يا شيف؟ عشان عايز اعمل صينيه سريعه. خدت بالك اللي بتحمر معايا يا باشا؟ وش وظهر واطلع اهو، خد الوش اقل من دقيقه، الظهر هيطلع حالا. طيب وبعدين؟ ولا قبلين، حالا طلعك فاصل حالا بالا، اروق بس كده ايه كده اهو، دقيقه وطلعك فاصل. اوكي، شفت الكبده دي بقى عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، دي كبده البيت يا فندم، في النظافة، في اللطافة، في كل حاجة ببساطة. قرن فلفل اللي جنبها عامل ازاي؟ شوف كله في نفس الوقت بإذن الله. وارمي الرصة دي كمان عشان أكمل بقى الرقاق. يبقى إيه؟ بص لما دخلت النار التلاجة عفوا مسكت نفسها. أسرع بإذن الله، بإذن الله أسرع صينية رقاق في مصر في دقيقتين مع حضراتكم. التعصيجة تمام؟ تمام. و الرقاق تمام، شايف الرقاق يا هيما؟ شايف الرقاق؟ ده نروق بس كده دي كده عشان نشتغل على نضيف بس مطرح الايه؟ العفره دي مش بنحبها. ادي الصينيه الحلوه دي، بص بعمل ايه في الصينيه دي يا باشا؟ خدت بالك؟ ده بقى شغل بقى ايه؟ امهاتنا الحلوين الامارات اللي تستهم ما يعلاش عليه. بص بص على الكبده، شايف الملامح عامله ازاي يا باشا؟ صلى على النبي، طلع على طول، استناش تغمق منك الكبده، الكبده ما تغمقش وما تشربش زيت وتتصفى وما تتصربعش عليها عشان وشها ما يبقاش محمر ونصها تلاقيه يعني ما استواش مش صح اهو. وبرده السهوله، والله هطلعك فاصل وخد من الفاصل اللي جاي، بس الرقاق ده هيستوي امتى وطلعك فاصل دلوقتي. يلا يا باشا يلا يا باشا، صينيه فاضيه، شوف الحركه دي سهله بسيطه ماشي.
نعمل لك شغل الساحر بقى، معلقه سمنه حلوه، بسم الله الرحمن الرحيم، في ارضيه الصينيه. بص الجناب بقى كمان حيرنا باشا، معلقه سمنه حلوه، سمنه بلدي، في ناس كتير جدا بتبيع سمنه بلدي عادي. هنجيب نعمل ايه بقى؟ شفت الزبده الحلوه دي؟ شوف واحد البقل ده ماشي، ونرفع على طول اهو. نجيب بس معلش كلابز عشان الواحد يبقى حاسس ان هو شغال في الامان. هعملها حتى اول رأي يا باشا، ما تستعجلش عليا، مش هو احنا عندنا وقت في البرنامج يا بابا؟ صح، وانا مش هعدي، انا بمشي، انت عارفني انا في المواعيد، ما بحبش حد يجي عليها في المواعيد، مش هاجي على حد، بس اديني مساحه في ده معلش. كل سنه وانت طيب، ايام مفترجه بقى معلش. ماشي، هرجع تاني وش وظهر حلو. طب شايف انت هتمشيها ازاي؟ يعني كام رقاقية؟ بص كده هي معناها دي كام رقاقية يعني يا شيف؟ يعني انت نفسك في يعني ايه دماغك يعني؟ هقول لك عشان تريح نفسك، 3 و3 4 و4 اللي هم ايه؟ هم احنا كده عملنا 2، الثالثه وانا هو اصلا مش مستحمل، بس طبعا لازم نشربه كده، وكمان واحده. بص شوف امي الله يصبحها بالخير ويشفيها ويديها الصحه، يا كل امهاتنا تقف في يوم في وقت العيد ده وتشرب في الرقاق، بس احلى رقاق، احلى رقاق بتاع الامهات. انزل بالخلطه الحلوه دي بقى وابدا اعمل كده. شوف وبايدينا بقى الطيبه نبدا نعمل ايه اللي احنا بنعمله ده. شوف مش بكتر الحشو عشان اعرف امسك الخرطه، واجي اعمل كده اثبت واقفل اربعه كمان زيهم. انت عايز ايه مني؟ عايز فاصل؟ اطلع فاصل يلا، هعمل اربعه تانيين. ها معايا انت؟ يلا يا باشا اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا، خلاص والله حاضر اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب كنا قبل الفاصل نتكلم على خلاص، يعتبر خلاص خلصنا حاجتنا، حمرنا الكبده. الكبده لازم يكون لونها حلو كده، شوف المنظر عامل ازاي، شوف الملامح، شوف من جوه باشا كده، شايف الورد، شايف الالوان عامله ازاي، انت فاهمني؟ ما يبقاش لونها من بره حلو ومن جوه حمرا، يعني معناها نيه كبده، ما ينفعش. نظبط التسويه ده، المخ زي ما حضراتكم شايفين على مصفى والزب يسخن شويه، اكمل تحميل. تعالى نعمل كام سندوتش على ما نخلص. عايز، طب ماشي ظبطني في الوقت شويه، مش معقوله 4 دقايق ما يكفونيش يا بابا. كده زقنا، تشوف واحد تبدا مني ب5 دقايق امان تمشي. مين؟ طيب خلاص اللي هيدينا 5 دقايق واحد كده، شوف مين معاه 5 دقايق زياده يدهلنا عشان بس اخلص الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم، اسرع معلقتين طحينه مش سلطه، ده عشان بس احشي بيهم اللقمه بتاعتي. شوف الكلام والسلاسه في الموضوع، والله مطبخنا زي القمر، مش مطبخنا ده، بتكلم المطبخ العربي بتاعنا يعني، ذوق كله تمام. شوف يا باشا، شوف يا باشا احنا واصلين لحد فين. حبه ميه بس، بس كده بس كده اللي عرفني. بسم الله يلا يا باشا، تكلكع وتلم. شوف قلب 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 قلب. خدت بال حضرتك يا فندم، واجي هنا بقى راح اعمل ايه؟ سلسوب صغنن كده وابدا اربط اهي. بس تمام كده، ساده طحينه ساده كريمه. بص يا فندم كريمه، ضربة حلوة كده ونعف على المضرب سمنة عشان نعمل كريمة حلوة. بسم الله، عسل. طب ومفيش أي فليفرز؟ طبعا في الدنيا كلها، ازاي؟ يلا بينا. بسم الله، تاتش ملح حلو كده، سنة كمونة طبعا، تاتش شطة، فص الثوم طبعا في الطحينة أمر،
خدت بالك يا استاذي؟ خد مني بقى الجديد شديد جدا ارم صنن كده حلو. وكده احنا بالصلاه على النبي عملنا ايه؟ كريمه طحينه مش شرط الطحينه. نرفع المضرب نوسع نفسنا ونرمي رصه واحنا شغالين بسم الله، وننساها على ما نعمل لقمتين ثلاثه ونرجع لها تاني بسم الله. حاجات بسيطه والله العظيم، عايزه بس ايه نركز ونشوف هنعمل ايه. رصه مخ كمان وننسى. طيب سكريبر لطيف كده عشان يلم معايا كل حاجتي، وكمان 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 ماشي. طيب لقمه عيش حلوه، بس قبل ما نجيب لقمه العيش نجيب طبق نغرف فيه. ماشي، ناخد طبق حلو كده يلم الحبايب. انا بحب اللمه جدا، خدوا بالكم يا جماعه، يعني احب اغرف طبق يكون كبير وكل ياكل فيه. نعم حاضر، احب الطبق كله ياكل فيه، ما يبقاش حد كل واحد لوحده. فهنشوف. شايف المخ تمام؟ ما تيجي كده معانا خمسه كده ولا ايه؟ ولا انا اجي لك؟ انا اجي لك. يلا يا استاذ بص كده بصه معايا، تشوف كده صينيه الرقاق. ده انت على كده بقى كنت قلت لي كتير، عمرك ما قلت لي حاجه، عمرك ظالمني. ظالمني وتسيبني على انت. طب يلا ادي الرقاق طلع، ما تقعدش بقى تقلش بقى على الهوا، خلينا نشتغل عشان الناس تقول علينا ايه. لقمه العيش المركب لو حضراتكم فاكرينها. جرجيره طبعا، بس الاول التاتش الطحين الحلو الكريم ده، شايفه يا باشا؟ كده مش بكميه كبيره، بص جرجيره حلوه شويه، مش عشان حاجه، الجرجير حلو طبعا، وهعمل حركه حلوه برضو. سيب دول جرنش وناخد دول في المضمون. ايه يعني ده؟ هقول لكم حالا. شوف كده دي، شوف دي كمان، نجيب القرنين الحلوين دول. الله اكبر، مش كتير. خد بقى مني كده اهو، وادعوا لي. بسم الله. اولنا تاني، نرجع تاني نفكركم، لقمه طحينه خدت بال حضرتك، جرجيره لطيفه، قرن فلفل مشطشط مفروم، حته الايه الكبده. يلا يا باشا، حضرتك ممكن تعملي الكلام ده كله في البيت، عشاء حلو، غدا في اي وقت. بص بقى المخ، بص المخ عامل ازاي. والله يا جماعه انتوا جمهوري العزيز تستاهلوا مني كل خير، والله يا جماعه تستاهلوا نعمل لكم كل حاجه حلوه، وقرفتكم حلوه معايا دايما دايما. حاجات طالعه ما شاء الله، عامله ازاي ما شاء الله. شكرا. اخر رصه نسيبها وننساها سيكه، وناخد الحلو ده نشتغل بيه على ما التاني يخلص يبقى في امان. شفت الرقاق البلدي بتاعنا عامل ازاي؟ طبعا الرقاق البلدي امهاتنا، مفيش ولا كلمه، اسيبكم من كلامي. نرجع تاني نقفل بقيه الكبده، معلقه طحينه في النص كده، حته جرجيره، بص قرن فلفل في النص تايه، ما حدش عارف هو انهي واحد، مش عايزين فلفل براحتنا. نص الكبده ده لو انا يعني مثلا رحت عند حد مثلا ولقيته محضر لي العشاء ده ولا الغدا ده، بجد بجد هكون سعيد جدا جدا. مش بقول حد يعمل لي، لا عشان اعرف هتلاقي بقى كده كل حد اخش عليه يعمل لي، ده مش ده المقصود والله، بس قصدي حضراتكم يعني ذوقكم عالي جدا، وكل واحد فينا عارف احنا بناكل ايه، وكلنا بنحب الاكل. لو عملنا الحاجات دي سهله، طبعا الحاجات دي موسمها اليومين دول في موضوع العيد طبعا. كل سنه وانتم طيبين، خلاص الاسبوع الجاي يعني كله بقى يقعد بقى يستغل الحاجات بتاعته بافكار مختلفه. تعال خش على اللي بعده، نفس الحكايه. نزل التتر جنب ازاي؟ خلاص بنخلص المخ اهو، جرجيره برضو. بص بقى المخ ينزل بقى، المخ ده قمر. بص اني محل هيعمل لي كده في الشارع، او اني مكان، مش بتحدى حد، انا مش شغلانه تتحدى وما بنافسش. انتوا عارفيني من زمان انا ما عنديش قصه المنافسه دي، الحمد لله الحمد لله. انا عندي حضراتكم تعملوا احسن مني، انتوا الهدف بالنسبه لي. مين هينافسك في ده؟ مين هيقف على ده يعملوا احسن منك؟ والله ما حد. مين هيعمل النظافه دي في البيت؟ في المحلات. انا باكل من المحلات مش ضدها، بس انا عايز اخليك تعملي احلى مني من المحلات. شغلانتي بتقول كده يعني، شغلانتي تقول عليا انا شخصيا كعلاء اعمل كده لحضراتكم، مش ان انا يعني لا، انا عايزك تبقى احسن حد في الدنيا، لان ده في الاخر
انا مستفيد كعلاء. طبق نظيف طبعا، يلا بينا نغرف كمان من المره ده كده ونقفل. يلا يا باشا، معلقه طحينه طبعا، المخ معاه خيار مخلل في القلاجه قوي على فكره، طعمه حلو خيار مخلل مع المخ. بص بص شوف، بص يا هيمه، انا مش بقول لك تقول لي انت حلو، وانا عايزك انت بتبيع لك حاجه يا ابراهيم. ابراهيم انت ليه شايف الامور؟ انا بعمل حلقه لحضرتك يا ابراهيم، حضرتك مخرج البرنامج على عيننا وعلى راسنا. انا دايما بقول لك بص عشان حضرتك، اكيد طبعا، لا انت فاهم اكيد، انا قصدي بص عشان نوري المشاهد، مش عشان خاطر تقول لا اصلي مغمق اسن اصلي. احنا ايه عايز رقاق خد رقاق، مالك؟ مش معقوله والله، يعني يا عم انا بحرجك من حاجه؟ ما تحرجنيش بقى على الهوا يا عم، يقولوا علينا ايه؟ ابعد عني. خلاص بنقفل الحلقه اهو. تسنيم النبي فاهمين الحكايه، مش معقوله يا جماعه. خلاص انا مش عايز انا خلاص اهو، عشان الحلقه تنزل بس عشان السوشيال ميديا برضو يشوفوها. يلا يا باشا ابسط، يلا يا باشا انا خلاص مش هعمل تاني خلاص حاجه، زي الفل كده جبرت وبارك الله فيما رزق، رغيف زي 10. اتفضل يا باشا، ادي الكبده المقليه والسلطه جنبها لو حضراتكم شايفينها، وادي المخ. ايه تاني؟ ايه تاني قولوا لي، ايه تاني ناقص؟ والرقاق هنطلعه حالا كمان معاكم بالمره معانا. ايه وال مش هبص عليها بس بعد ما تخلص. وصينيه الرقاق نعملها طويله، نعملها مدوره زي ما احنا عايزين، اهي موجوده وبالهنا والشفا لحضراتكم. دي كانت حلقتنا النهارده، رقاق بلدي، حواوشي برضو بالسجق البلدي، وعندنا سلطه دي ما خدتش حقها مننا على فكره النهارده، وعندي كمان المخ بالبانيه، وعندي الكبده اللي بالرده. اشوفكم ان شاء الله بكره ولينا عمر حلقه جديده، والسلام عليكم.